وكشكوشة. كاين الكشكوشة. دابا غادي نصب لي الدف الديسير التحلية. السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو قبل ما نبداو نصلوا على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. توحشتكم بزاف بزاف بزاف، طمنوني عليكم، اش اخباركم؟ كيفاش غاديين مع رمضان؟ وصلتوا في العبادات ديالكم؟ القيام وقراءه القران، الله يتقبل منا ومنكم ويجعله شهر مغفره ورحمه لينا وليكم. رمضان داز الاسبوع ديالو الاول كيطير دغيا دغيا دغيا. انا الصراحه كنحس ان الشهر هذا كيدوز بالزربه، وفي الاخر ما كنسخاش به نهائيا، لدرجه انه فاش كيسالي داك الايام اللي من بعد كيجيني اكتئاب. مهم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطبيله ديال هذا النهار. ما تنساوش اختكم اللايكات ديالكم. الصراحه اليوم صباحا ما عنديش الخاطر، ما مقلقه درونجيه، ما فيها باس نقول لكم علاش. اختكم واخا كتقلق وسميت، ولكن دائما الابتسامه. المهم حماتي غادي تجمعنا وغادي تعرض علينا الفطور. كيف ما كتعرفوا دائما كل رمضان كنتجمعوا، فهاد العرض دي بعد غدا ان شاء الله. ولكن احمد غالبا غالبا ما غاديش يكون معنا، ما غاديش يحضر العراضه لحقاش صافي دخلوا معسكر الرياضي ديالو كيستعد لكاس العالم اللي غادي يكون شهر 6 ان شاء الله. فصافي دخل المعسكر. اختكم هاد الشهور جايه كلها وحدانيه. المهم ما علينا، انا اللي كيقيسني هو ملي كتكون شي مناسبه ولا كتكون شي حاجه اللي بحال هكا لما كنبغي يكون معانا. هو نورمالمون كان خصو يكون في المعسكر قبل رمضان بيوم، يعني اول يوم رمضان كان خصني نكون غير بوحديتي، والعد ملي جاي التحق بهم لقاهم انهم خداو بريك او عطله واحد 3 ايام. هو كان غادي يمشي على اساس انه غادي يستاذن ويجي نهار ديال العراضه، فلقاهم انهم خداو بريك وغادي يرجعوا في النهار ديال العراضه، فما يمكنلوش انه يدخل ويخرج الا زعما. مهم هو وزهرو. انا كنقول كاين واحد الاحتمال، كاين واحد الاحتمال، فكنتمنى. فهو غادي يوصلني عندهم ليله قبل، والغد لي غادي يمشي المعسكر ديالو النهار اللي غادي تكون فيه العراضه. ومهم قال لي غادي نحاول نمشي ونرجع، ولكن الله اعلم. هما الصراحه كلهم كيتعاملوا معايا مزيان، ماما بحال ماما، وخوتو كيعتبروني بحال اختهم، يعني وسطهم ما نحس بتا شي حاجه. ولكن بلاصه ديال احمد غادي تبقى خاويه، وكنت كنتمنى انه يكون معانا. فالمهم ماشي مشكل، هذا الشيء اللي ديرونجاني وهذا ما كان. المهم دابا غادي ندخل كوزينه ونشارك معكم الفطور ديالنا، وها نتوما معايا ما تنشوفوا. المهم اول حاجه دابا غادي نبدا بها هي البطبوط، باش نعطيه الوقت ديالو يخمر. غادي ناخذ واحد الكاس، غادي ندير فيه معلقه ديال السكر سنيده، غادي نزيد معلقه ديال خميره الخبز والخميره الفوريه، غادي نزيد لهم واحد شويه ديال الماء، غادي نخلط البطبوط. راني شاركته معكم شحال من مره وغير مؤخرا، ولكن ما فيها باس نعاودوه. غادي نغطيوهم ونخليوهم جانبا، منها كنعاونوا الخميره ومنها كنتاكدوا واش انها فعاله وباقا مزيانه. هنا كيف ما كتشوفوا عندي جوج زلايف ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال الفينو، غادي نزيد لهم شويه ديال الملحه، وغادي نزيد معلقه ديال زيت الزيتون. بالنسبه للدقيق ديال الفينو، لانه بزاف ديال البنات اللي كاينين هنايا في مصر كيسولوني منين الدقيق ديال الفينو، صراحه انا كنجيبه من المغرب، كنديباني راسي حتى كنرجع عاوتاني ونجيبو. بالنسبه للبديل ممكن تاخذوا السميده ديال البسبوسه وطحنوها وتزيدوها مع الدقيق، او تفزقوها حتى ترطب وتزيدوها مع الدقيق الابيض. وشفت شي بنات قالوا لقاو الفينو في كارفور، بصراحه انا ما قلبتش عليه وما شفتوش، ولكن شفت الصوره اللي مبارطاجينها مكتوب عليها سومولينا، ما عرفت واش هو فعلا الفينو ولا غير الدقيق اللي كنديروا به البسبوسه. المهم سمحوا لي هادشي اللي نقدر نفيدكم به. الخميره هي كيف ما كتشوفوا طلعات،
ما كملاش واحد 5 دقائق حتى كطلع، ما كملاش غير شي دقائق معدودات. هانتومايا راه طلعت تلصقات هنا، غادي نزيدوها على الدقيق. ودابا غادي نبدا نجمع العجينه ديالي بالماء دافي. والعجينه ديالي ها هي دلكتها مزيان. هانتوما خصها تكون رطبه وتكون خفيفه وكتلصق في اليدين كيف ما كتشوفوا، باش يجيكم البطبوط ديالكم رطب. كنت كنزيد لها الماء وكنعجن، كنزيد الماء وكنعجن حتى كنحصل على عجينه اللي تكون رطبه وخفيفه. دابا صافي غادي نغطي العجينه ديالي ونخليها حتى تخمر وتضاعف الحجم ديالها. المهم انا كيف ما كتشوفوا غادي نغطيها بهذا الشكل هذا، وغادي نمشي نشوف شنو غادي ندير. ولكن باش الفيديو ديالنا يمشي مقاد لكل وصفه بوحديتها، غادي نتلاقى معكم فاش تخمر لينا العجينه. العجينه هي كيف ما كتشوفوا خمرات وتضاعف الحجم ديالها. دابا غادي ندلكها واحد شويه باش نخرج منها الهواء، وغادي نبدا نقسمها باش نشكل منها كويرات. الا كانت كتلصق لكم في يدكم ممكن تستخدموا شويه ديال الدقيق، ولكن ما تكثروش باش ما تقصحش لكم، غير شويه. الكويرات غادي تشكلوهم على حسب الحجم اللي بغيتو. انا ما غاديش ندير البطبوط اللي كنعمروه، فغادي يكون البطبوط ديالي كبير شويه. بالمناسبه راه البطبوط اللي كنعمروه كندير نفس الطريقه، الفرق الوحيد انني كنطلق الكويرات بالمدلك وكنقطعهم بديك القطعه الدائريه. المهم كيف ما كتشوفوا بديت كنقرص دوك الكويرات، كنبدا باول وحده شكلتها وانا غدا حتى كنكمل كاع الكويرات اللي عندي. ودائما كنستخدم الدقيق لان كيف ما قلت لكم في الاول العجينه خاصها تكون مرخوفه، فكتبدا تلصق لينا في يدينا، ولكن ما نكثروش الدقيق باش تبقى العجينه مرخوفه. المهم فاش كنقرصها كنحطها فوق واحد المنديل وكنبقى هكاك حتى كنسالي كاع الكويرات اللي عندي. ها نتوما كيف ما كتشوفوا البطبوط ديالي هاني قرصتو. ها نتوما دابا غادي نخليه يرتاح او يخمر واحد 20 دقيقه ونرجع باش نطيبو. من بعد ما خمر ليا البطبوط دابا غادي ندوز باش نطيبو. غادي نطيبو في المقله الثقيله كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للطريقه ديال الطياب كنحط البطبوطه في المقله البطبوطه وغير كتشد راسها كنقلبها كل لحظه كنقلبها، ما كنخليهاش حتى كتحمر عاد كنقلبها. كل شويه كنبدا نقلب فيه هو كيتحمر وانا كنقلب حتى كيبدا يتنفخ. ما تفقدوش فيه الامل، راه ممكن يتنفخ لكم في اخر لحظه، فبقاو كتقلبوا فيه كتقلبوا فيه حتى غادي يبان لكم تنفخ كيف ما غادي تشوفوا معايا. هذا بالنسبه للبطبوط الكبير. بالنسبه للبطبوط الصغير انا صراحه ما كنطيبوش بنفس الطريقه، هذا كنحط البطبوط في المقله وكنتسنى حتى كيتنفخ بوحديته عاد كنبدا نقلبو. كنقلبو غير بشويه باش ما يتقلبش ويتفش. المهم انتما كيف ما كتشوفوا البطبوطه بدات كتنفخ هاد اللحظه هذه من لحظات السعاده على عند بزاف منا، هي واللحظه ديال البغرير فاش كيبدا حتى هو كيتقلب والمسمح حتى هو فاش كيتنفخ عندنا بزاف ديال لحظات السعاده في المطبخ. المهم ملي كيتحمر البطبوط وكيتنفخ كنحيدوه. بالنسبه للعافيه اللي كنطيبوا فيها البطبوط نسيت ما قلت لكم، ما خصهاش تكون نار هادئه، خاصها تكون متوسطه ماشي عاليه بزاف. المهم انا كنختار العين اللي هي متوسطه وكنعليها، ما كنطيبهاش في العين الكبيره. فالمهم ضروري النار ما تكونش هادئه باش يتنفخ لكم البطبوط. المهم انا غادي نبقى بنفس الطريقه حتى نكمل البطبوط ديالي، وتقريبا راه صافي هادي راها اخر وحده. هانتوما كيف ما كتشوفوا البطبوط ديالي ناجح نفس الطريقه اللي كنشارك معكم دائما، تراه خاوي من الداخل. هانتوما مرطب كيف ما كتشوفوا، الا بغيتوا تجربوا بهذه الطريقه هذه غير جربوا. وصافي دابا الدوسي ديال البطبوط سليناه، ندوزو للدوسي الاخر. وهنا دزت باش نحضر الشوربه. الشوربه بالنسبه لنا شي حاجه اللي هي ضروريه، الا ما فطرناش بها بالليل كنشربوها. فالمهم غادي ندير الحسوه وغادي نشاركها معكم. المهم كناخذوا مطيشه اما كنحكوها او كنطحنوها. داك الماء اللي في الجناب راه ما درت حتى شي حاجه في الطنجره، راه غير الماء اللي تلقات، غير المطيشه اللي تلقات الماء. زدت عليها بصله محكوكه وزدت القزبر معدنوس ومطيشه الحك وشويه ديال السمن الحار
وزدت شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال الخرقوم والملحه، وزدت زيت الزيتون واحد معلقه هكاك، راه تقريبا نصيب ديال الحسوه بحال الحريره. وصافي غادي نخلط العناصر ونخليهم يتشحروا واحد شويه. من بعد غادي نزيد الماء، الماء من الروبيني ماشي طايب. وصافي غادي نزيد البلبوله اللي طبعا غسلناها، هنا ما غاديش نتسناو الماء يغلي عاد نزيدو البلبوله، لا كنزيدوها مباشره. وصافي كنغطيوها، ولا ممكن ما نغطيوهاش، المهم غير الا غطيتوها خليوها مهويه، حيت البلبوله ملي كتغلي كتطلع. فيا اما ما تغطيوهاش وخليو عينكم عليها، اما تغطيوها وخليوها مهويه. وصافي كنخليو الحسوه طيب، راه ما كتاخذش الوقت، راه تقريبا واحد 15 دقيقه وكطيب، راه دغيا دغيا. وهنا غادي ندوز باش نوجد التحليه، غادي ندير كريب شوكولات. كنظن كنا كنعرفوا الطريقه ديال الكريب، ولكن ما فيها باس نعاودوه. مهم غادي ندير غير نصف كميه، اللي ما بغيش نخلي بزاف باش الا بقيت تمشيت ما يبقاش في الثلاجه. غادي ندير ربع يطرو ديال الحليب، غادي نزيد عليه نص رابعه ديال الدقيق، يعني 125 غرام. المهم انا كندير الدقيق هو نص الكميه ديال الحليب. وزدت معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وجوج بيضات بحجم صغير، الا كان البيض عندكم كبير ديروا غير وحده. وزدت جوج معالق ديال الزبده ذايبه. المفروض انني نزيد الفاني، بصراحه فاش جيت نديرو اكتشفت انه ما كاينش فما درتوش، فانتوما زيدوا الفاني وزيدوا كذلك رشه ديال الملح. من بعد صافي غادي نخلطوا الكريب ديالنا، سواء يدويا سواء بالخلاط. مهم انا بصراحه كنخلطوا في الشواغ ولا في الخلاط، هكا كيكون اسهل وكيتخلط دغيا دغيا وما كيبقاوش فيه دوك الكويرات. نتوما الا خلطتم بالمضرب اليدوي صفيوه، ومن بعد كنخليه واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه، عاد كنبداو نطيبوه فيه. انا للامانه راني ما طيبتوش ديك الساعه، خليته تام بعد الفطور عاد طيبته. المهم كناخذ واحد المقله اللي تكون ما كتلصقش، كندهنوها واحد شويه بالزيت، وكنزيدوا الخليط ديال الكريب. كنحاولوا اننا ما نديروش كميه كثيره من الخليط، غير واحد الطبقه خفيفه باش كيجينا الكريب رقيق وكيجي زوين. كنحاولوا نهزوا الكريب من الجناب باش نشوفوا واش حمار من التحت، ومن بعد صافي كنقلبوه للجهه الاخرى. راه دغيا دغيا كيطيب، ما كيحتاجش بزاف ديال الوقت. صافي كنتحمر من الجهتين وكنحيدوه. المهم انا غادي نبقى بنفس الطريقه حتى نكمل خليط ديال الكريب، وكل مره كندهن المقله ديالي بالزيت. اجي بعدا درتوا لي لايك ولا باقي؟ يلا الا كنتو باقي ما درتوش لي لايك ديروا لي لايك. وهنا من بعد ما وجد ليا الكريب غادي ندوز باش نعمرو او نزينو. غادي ندير ليه غير شوكولاتة نيوتيلا، نتوما عمروه باش ما بغيتو، على حسب شنو متوفر عندكم. ممكن تديرو فيه البنان فريز، المهم داكشي كيبقى اختياري. وانا هنايا عاد غادي ندوز باش نوجد الفطور، ما بديتش به هو الاول لانه الفطور اللي غادي ندير سريع ما كياخذش بزاف ديال الوقت. خديت الطاجين كيف ما كتشوفوا، درت فيه شويه ديال الزيت البلديه، وهنايا زدت شرائح ديال القلب، قطعتهم بهذا الشكل هذا رقاق. غادي نخلي القلب يتشحر مزيان في داك الزيت ويتحمر. الزيت خصها تكون سخونه مزيان والنار تكون عاليه باش داك القلب ما يطلقش لينا الماء ديالو ويجينا ناشف. هانتوما كيف ما كتشوفوا القلب تقلى مزيان. دابا غادي نزيد عليه بصله مقطعه بهذا الشكل هذا رقيقه، وغادي نزيد الثوم مفروم. غادي نخلط وغادي نتسنى حتى تبدا تنزل ليا البصله وتبدا تصفر، وغادي نزيد شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الكمون. الكمون كيكون اكثر من البزار، وشويه ديال القزبر ناشف، وهنا الحامض مصير قطعته رقيق، وزدت شويه ديال الربيع قزبور معدنوس، وخلطت العناصر، شرملت داك القلب مزيان وخليته يتشحر. هانتوما كيف ما كتشوفوا الوقت اللي كنحضر فيه القلب، راني كنشوي الفلفله، وهنا كنوريكم الحسوه انها طابت وطفيت عليها. وهنا صافي رجعت للقلب، غادي نزيد عليه شويه ديال الماء ونخليه يطيب
بلا نار مهيله على خاطرو لان باقي عندي الوقت ما كنكثروش الماء، ومره مره كنطلعوا عليه نشوفوه ياك ما نشف حتى كيطيب. وهنا كيف ما كتشوفوا غادي ندوز باش نطيب السوسيس. خديت مقله درت فيها شويه ديال الزيت غير شويه بحال الا كنمسحوها لان السوسيس كينزل الدهون، وكنخليه يتحمر مزيان من جهتين. السوسيس غادي نديرو بطريقه مصريه كيف ما كيديروه هنايا، صراحه كيجي بنين وكيعجبني بهذه الطريقه. هانتوما كيف ما كتشوفوا السوسيس طلق بزاف ديال الدهون، داكشي علاش المقله غير نمسحوها بالزيت باش ما يلصقش لينا في داك الاول. المهم ملي كيتحمر لينا السوسيس مزيان كنحيدوه من المقله وكنخليوه جانبا، وفي نفس المقله كنزيدو البصله اللي مقطعه بهذا الشكل هكا كتكون كبيره. هنا كيف ما كتشوفوا زدت بصله مقطعه رقيقه، هذه غير كانت شاط ليا من داك الطاجين ديال القلب وقلت ما كاينلاش تبقى فزدتها. ومن بعد كنزيدو شويه ديال الثوم كنخلطو وكنزيدو مطيشه مقطعه طريفات صغار وصافي. كنخلي البصله ومطيشه حتى كينزلوا. بعض المرات راه ما كنديرش البصله، كندير غير مطيشه مع الثومه حتى كتنزل ديك مطيشه لاصوص ديالها، حتى هكا كتجي زوينه وبنينه. وصافي كنزيد شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، وشويه ديال القزور ناشف، وكنخلط وكنرجع نزيد السوسيس اللي قطعتوه بهذا الشكل هذا. نتوما الا بغيتو تحتفظوا به كيف ما هو كيبقى لكم الاختيار. ومن بعد زدت شرائح ديال الفلفله، درت فلفله بارده وفلفله حاره. نتوما لو بغيتوش الحار ما ديروهش. وصافي غادي نخلط وغادي نخليه حتى تنزل الفلفله ونطفي عليه. وهنا دزت عاوتاني باش نحضر الكبده، حتى هي غادي نديرها على الطريقه المصريه. هنايا راني كنقطعها، هي الكبده كتكون صعيبه شويه في التقطاع. الا بغيتو تقطعوها خليوها في الفريغو واحد شويه تشد راسها وعاد قطعوها. هويا هنايا كيبيعوها مقطعه، غير احمد جابها ليا هكا صحيحه، ما عرفنيش شنو غادي ندير بها. فالمهم ماشي مشكل، انا اصلا نسيت انني نحطها في الفريغو قبل ما نبدا نقطع فيها. المهم بقيت معها حتى قطعتها، خصها تقطع شرائح رقيقه كيف ما كتشوفوا معايا. وصافي هنا غادي ندوز باش نتبلها. عندي شويه ديال الحامض، زدت عليه شويه ديال الثوم مفروم، شويه ديال البزار، وزدت شويه ديال الملحه، وشويه ديال القزبر ناشف، وزدت شويه ديال الكمون، وشويه ديال التحميره، ومعلقه كبيره ديال الخل. وغادي نخلط التوابل مزيان حتى ينسجموا ويندمجوا. ومن بعد كناخذهم وكنضيفهم على ديك الكبده اللي قطعنا وكنشرملها مزيان بدوك التوابل وكنخليها تتشربهم واحد 10 ديال الدقائق هكاك. ومن بعد كناخذ واحد المقله كنزيد فيها شويه ديال الزيت. هما كيديروا غير الزيت الروميه، انا زدت زيت الزيتون ضروري من لاتوش المغربيه. المهم بعد ما كتسخن ليا الزيت مزيان كنزيد ديك الكبده اللي شرملت وكنخلي الكبده تقلى مزيان حتى كتبان ليا شدات راسها. ومن بعد كنزيد لها فلفله مقطعه طويله بهذا الشكل هذا، وكتسنى عليها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق وكنطفي عليها. الكبده ما كتبغيش تبقى بزاف فوق العافيه، الا بقات كتقصح. فالمهم ما نفوتوش ليها الطياب. الا لاحظتوا الفطور ديال اليوم سريع خفن زربن. وهنا دزت باش نوجد العصير ديال البربال، تقريبا راه كنا كنعرفوه، عصير الليمون غادي نزيد عليه الباربا. وزدت هنايا بنانه، بعض المرات ما كنزيدهاش، وغادي نزيد جوج معالق ديال السكر سنيده ونطحن. وهنا كيف ما كتشوفوا الشلاضه اللي هي ضروري عندنا، دايره غير الشلاضه العاديه ديال فلفله مشويه ومطيشه وشويه ديال البصله، وزدت لها توابل الكمون البزار، شويه ديال الخل، شويه ديال الحامض، وشويه ديال زيت الزيتون. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت إليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلة نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا.
والقلب سما نحو السماء مترنما. وصافي كانت هذه هي الطبيله ديال الفطور ديال هذا النهار. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. المهم تقريبا كاع الوصفات شاركتهم معكم ما عدا المسمن ديال الشحمه، وهذا ما كان. تبارك الله على احمد، كتكب اتاي بحال المغاربه. والكشكوشه كاينه الكشكوشه نصب لي الضيف. علاش كنحطوا ثلاثه ديال الكيسات؟ باش لو دخل علينا ضيف الى الاتاي جاهز. هذا من كرم الضيافه ديال المغاربه. ها هو لو باين. وصافي هذا هو الفطور ديالنا ديال هذا النهار كيف ما كتشوفوا، ساهل ماهل. صراحة بسم الله ما شاء الله. يلا مشيت صليت وجيت لقيت إلهام دايرة هذه الطبلة الواعرة الزوينة اللي بتشهيني دايما. أنا بعدا قبل ما نحل الكاميرا راح نفرقنا الصوم ديالنا. آه كمل. وبصراحة أنا قاعدة نقنق وهي فاجئت بصراحة، سفرة واعرة والحاجات اللي أنا بشتهيها وبموت عليها. والمهم قبل ده كله بتمنى لكم فطارا شهيا وصوما مقبولا، ويا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. دايرك الكبده الطريقه ديالكم ماشي بطريقتنا. تسلم ايديك بصراحه انا تحبيت قاعده اشوف. حتى السوسيس دايره بالطريقه ديالنا، هما كيقولوا ليه السجق، احنا بنقول عليه السجق ماشي الطريقه ديالنا، الطريقه ديالكم. الصيام اثر لي على هذا بطريقتكم وهذا بطريقتكم وهذا بطريقتكم. هذا راه القلب. هذا قلبي ولا قلبك؟ لا قلبي. طيب ما اروح اكل في قلبها يا جماعه، اسمحوا لي اللي انا باكل هكا. طيب زوين. المهم دابا غادي نفطروا لكم، عارفين هذه الماكله خاصها تتكال سخونه، فغادي نفطروا وغادي نرجع باش ننهي معكم الفيديو ولكن مع التحليله. ويا ربي يا ربي احمد يجي معايا للعراضه ان شاء الله. ادعوا معاها ان شاء الله، يعني غصب عني عندي تربص وعندي. انا مقلقه بزاف. لا لا ما تقلقيش والله، ان شاء الله اكون حاضر معاكي بامر الله. يلا فاصل ونواصل. تقبل الله. تقبل الله منا ومنكم. غنسولك السؤال المعتاد، دعيتي لينا ولا دعيتي علينا؟ لا 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 والله. عرفتوا حنايا راه دابا تقريبا شي الوحده ديال الليل. المهم نعطي لاحمد الديسير. الديسير الديسير يا جماعه في المغرب هي التحليه. والهام دخلت عليا كتشرح للمصريين ضروري، يعني الديسير، الديسير فيها انواع، فيها الحلوه فيها الفاكهه وفيها كل شيء. اي حاجه حلوه حلوه وفيها وفاكهه والكلام ده بيقولوا عليها الديسير. ولكن ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما درتش بزاف، عمرت غير هادو. ايوه بحيث انا موصي الهام اي حاجه تزود الوزن بلاش. الا شفنا المدرب يجري عليك. بالعكس ده انا هز تبصيل من ده وادي للمدرب. سهل عليك تاكل هكا ولا تحطها فوق الطبله؟ لا سهل، كان هز هكا وكان يديرو هكا وقول ما تهليتش فيك. بسم الله. المهم اتفضلوا معانا. صراحه الاكله ديال الفطار الهام ولا لا؟ صراحه انا باقه بحال يلاه كليت اليوم. انا الايام الاخرى ما كنتش كنحس انني متقله، ولكن اليوم حسيت انني كليت اكثر من القياس. واو يلا خذ الكالوري. واو
والله مش بهزر. واو ولك قلتي لي ما كيعجبكش الكريب بزاف. احمد راه ما عندوش مع الحلويات من غير الحلويات الشرقيه. يا سلام تسلم ايدك بالهنا والشيفة. مش عارف مسموح اكل كمان واحده ولا بلاش. كول 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 ويتخن. يا لا لا احمد غيدمر. المهم خلي لي غير شي وحيده حيت ما فيا اللي يمشي يعمر عاوتاني. سفرة تسحرت دابا. يلا بلاها سحور. يلا بالصحة والراحة. نيت شحال هادي ما درتش الكريب. هما احنا عندنا بنقول بالمصري الحلو جه للحلو. شكر راسو داز من هنا احنا كنقولوا. وانا بقول بعد ما اكلت الحلو بصب على احلى الناس اللي بيشوفوني دلوقتي. المهم هنا غادي ننهي معكم الفيديو. تسمحوا لي ما بنتش ليكم والله الا عجزت انني نمشي نلبس الفولار ديالي. واحمد راه فيه الكفايه. يلا تهلاو في ريوسكم. ما تنسوناش من اللايكات ديالكم وما تنسوش انكم عزاز علينا بزاف بزاف بزاف. والمغرب يا ساده كلها حلويات حلويات. يلا السلام عليكم.